السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم محمد زغلول من تيم اور كورس. هنشرح النهارده مع بعض تاني محاضرة من محاضرات الكوميونتي. ويعني الكوميونتي احنا كنا عارفين ان هي علم، مش ان هو لا ينفع، هو لا يهم، يعني كلام كده انت بتقراه انت مستوعبه وانت ماشي، بتيجي في الامتحان طب انت هتجيب لي الاسئله ازاي؟ ما تبقاش عارف، بس انت بتقرا الكلام بقى وانت بتستوعبه. فيلا بينا باذن الله، يعني المحاضره خفيفه وفيها جزء كبير من محاضره السيكاتري. من محاضره السيكاتري لو تفتكروها كانت اللي هي دكتور بيشنت ريليشن شيب، وبيكلمك ازاي تتعامل مع المريض وكل الحاجات دي. فهي المحاضره الكوميونتي دي برضو النص الثاني منها نفس الشيء، يعني انت اصلا لو حبيت ان انت تعمل له سكيب تمام. اول جزء بقى هيتكلم عن شويه حاجات كده اساسيه ان انت تعملها علشان تهتم بالمريض. اصلا عنوان المحاضره بتاعتنا بيشنت سنترد كوميونيكيشن، اللي هو انت بتهتم بالراحه بتاعته وكل حاجه تخصه علشان توفر طريقه من طرق ان انت تسرع في العلاج بتاعه وان هو يبقى راضي عن العلاج بتاعه وكده يعني. طيب اول حاجه بيقول لنا ايه تعريف البيشنت سنترد كير ده؟ فهو له تعريفين. التعريف اللي هو العام بتاعنا كده او اللي هو الاساسي، كل حاجه بتعملها علشان توفر الراحه للمريض، كل حاجه حرفيا. طيب ايه هي الحاجات دي؟ مش هقول لك دلوقتي، يعني هي دي الحاجات اللي هنتكلم عنها اصلا بعد كده. فخلينا بس نعرف الديفينيشن، ان هي كل حاجه انت بتعملها علشان توفر الراحه للمريض. طيب الحاجات دي اللي هي ممكن تبقى زي ايه؟ والله ان انت تعرفه المرض اللي عنده ايه او المشكله اللي هو بيواجهها، تبدا تدخله تشركه في الامر، اللي هو رايك ايه، نعمل ايه الخطوه الجايه. بيبقى فيه ساعات في طرق العلاج الطبيه بيبقى فيه كذا اختيار، فانت بتوري له الاختيارات اللي قدامه وتبدا ان انت تخليه اكنه عنده مسؤوليه تجاه القرار اللي هو هيختاره. طيب علشان ان انت توفر له طبعا العنايه الكامله. طيب بعد كده في تعريف جاي من المنظمه اللي هي الاي او ام، دي منظمه طبيه. طيب بتقول لك التعريف بتاع البيشنت سنترد كير ده اللي هو العنايه اللي بتظهر بيها احترامك واهتمامك لكل تفضيلات المريض واحتياجاته والقيم اللي هو اتربى عليها. طيب يعني ايه؟ يعني دلوقتي هو المريض مثلا بيفضل العنايه معينه، خلاص انت بتحترم ده، مالكش دعوه بقى الحاجه دي ماشيه فورمال ولا لا، بس هو بيحتاج الحاجه دي، الطبيعه بتاعته هو مرتاح كده، خلاص تمام. احتياجاته، القيم اللي هو اتربى عليها، تمام، يعني كل ده عديه، ده مجرد كلام قرايه. اهم حاجه الدكتوره ركزت عليها وقالت اصلا الاسئله هتيجي من هنا، هي الثمان عوامل الرئيسيه بتاعه البيشنت سنتر كير. طيب الثمان حاجات دول هنبدا ناخدهم نقطه نقطه كده، ويعني انا حاولت ان انا اظبطها لك مثلا في تسلسل احداث هنقولهم في الاخر بحيث ان انت تعرف تربطهم مع بعض او تفتكرهم يعني. طيب اول حاجه ان انت تظهر الاحترام للمريض. ده ازاي يعني؟ يعني ان انت مثلا تشركه في الامر. انت دلوقتي مثلا هو مريض بداء معين، فتبدا تعرفه انت مريض عندك كذا، خطه العلاج بتاعتك كذا، تبدا تفكره بكل حاجه، تبدا ان انت تتعامل معاه ان هو شخص له مسؤوليه وله القدره على اتخاذ القرار بتاعه بنفسه. طيب بعد كده انت بتتعامل معاه برضو نفس الشيء اللي هي ديجينيتي، يعني كرامه، او اللي هو بتقدره يعني وبتحترمه وبتهتم مثلا بالثقافه بتاعته. يعني ايه الثقافه بتاعته؟ يعني مثلا حسب الدوله اللي هو منها، في المغرب مثلا عندهم يعني مش عارف ايه ثقافة طبية بالتحديد، لكن مثلا المغرب عندهم ثقافة ان هم بيستقبلوا الضيف بلبن وتمر، في السعودية بيستقبلوه بقهوة وتمر، في مصر بالشاي. يعني بغض النظر انت بتحترم الثقافة بتاعتهم، فما ينفعش ان انت تكسرها في اي حاجة حتى لو الحوار ده مضايقك، بس لازم تحترمه. طيب بعد كده انت بتتعاون معاه، او اللي هو بتبدا تساعده وتيسر عليه الدنيا. يعني في بعض المرضى لما يبقوا في تجمع، سواء التجمع ده بقى التجمع العيله بتاعته جايه تزوره، او مثلا هو في المكان في المستشفى محجوز وسط مرضى تانيين، تلاقيه دايما عمال يتظاهر بالمرض. هو مش بيتظاهر بيه، بس اللي هو بيحسس الناس اللي حواليه ان هم يشفقوا عليه، بيحسهم على كده، فبيظهر الضعف وبيظهر ان هو مش قادر ان هو يواجه المرض ده. فانت دورك ايه كطبيب؟ ان انت تبدا تساعده، ان انت تقول له الموضوع مش سهل، مش صعب، وتبدا تخفف عليه المرض ده وتحسسه ان الدنيا احلى، فبتسهل عليه عملية اللي هو المرض او مواجهته للمرض ده. طيب نطلع للرسومات دي، وللعلم برضو الدكتورة ما اكدتش على الرسومات دي ولا بصت عليها، بس دي هتجيلك، يعني عادي ان هي هتجيلك لانها جت في محاضرات تانية. اول حاجة انت مثلا ان انت بتتعامل لما يجي يكلمك وهو متأثر بحاجة معينة، فانت بقى عندك امباسي، او ان انت مثلا متعاطف مع الكلام اللي هو بيقوله. طيب اكسشينج انفورميشن ده اللي هو ملخص ان انت بتاخد الهيستوري منه والدنيا دي كلها. طيب مانجينج انسرتينلي يعني ايه؟ يعني هو مثلا مش واثق في القرار معين ان هو ياخده، او ان هو قلقان من قرار معين،
انا زي ما قلت احنا بيبقى فيه في قرارات طبيه ممكن يبقى فيه كذا اختيار عادي، فهو يبقى متحير يا دكتور انا اختار ده، طيب ولو اخترت ده هستفاد ايه وهخسر ايه وكده، بيبداوا ان هم بيبقوا قلقانين من اللي قدام. زي مثلا لو واحده حامل هولد قيصري ولا هولد طبيعي، وتبدا ان هي متوتره، انت مالكش الحق ان انت تختار لها اختيار واحد وتحدده لها تقول لها هو ده القرار اللي انت هتاخديه، لكن انت بتفتح لها الطريق، فتبداوا انتوا مع بعض ان انتوا تتخذوا قرار معين، وفي النهايه القرار اللي بتختاره هو قرارها هي. تمام، دي لو هي واحده حامل يعني بغض النظر يعني المريض. تمام. طيب احنا بس دخلنا شرحنا نقطتين من اللي هم البيشنت سنترد كير، ومن غير ما نقول اصلا ايه اهميه ان انا لو عملت الثمان حاجات دول الاساسيه او لو عملت الاجزاء منهم هستفيد ايه. فوالله انت هتستفيد حاجات مباشره وحاجات غير مباشره. طيب ايه الحاجات المباشره اللي انت هتستفيدها؟ هتستفيدها دي على فكره وانت قاعد بتحاور المريض وانت قاعد عمال تتكلم معاه تاخد منه هيستوري تفحصه الحاجات دي. اول حاجه هو هيبقى فاهم هو مريض بايه. طيب هو هيبقى لما يشوفك ان انت عمال تظهر له الاحترام وبتعامله بتقدير جامد ومحترم كل الثقافات بتاعته والعادات اللي هو عاوزها وعمال تهون عليه الدنيا، هيبقى راضي عن العلاج ده، او هيبقى راضي عنك كدكتور، هيبقى مبسوط ومرتاح، هتقوي العلاقه ما بينكوا، هيثق فيك، هيبقى حاسس ان هو مثلا عارف ازاي هيواجه المرض بتاعه. ما انت لما تبقى مثلا عندك تعب بس انت مش عارف انت تعبان ليه، هيبدا اصلا حوار الشك او حوار ان دماغك توديك في اتجاهات كتيره ده هيرهقك، لكن ان انت عارف انت بتواجه ايه في اتجاه معين فده هيريح اكتر. طيب باقي الحاجات خلاص قرايه هتقوي العلاقه، مثلا الصله اللي ما بينكم هتبقى قويه، هيبقى في التحفيز للعلاج، كل الحاجات دي تمام. طيب حاجات هتيجي بعد كده مثلا اللي هي هيبقى مرتاح للرعايه دي، هيثق في النظام بتاع الطب، مش بتاع الطب ككل مثلا، على قد ما هيثق في النظام بتاع المؤسسه دي المكان اللي هو اتعالج فيه، هيثق مثلا في المهارات بتاعه الدكاتره اللي موجوده في المكان ده، هينصح الناس ان هي تروح المكان ده لانه هو ارتاح وهو هناك كده. طيب الحاجات بقى الدايركت اللي هي المفروض هو جاي علشانها اصلا، اول حاجه هو مريض هيخف، هيتعالج، هو بيعاني من وجع معين هيبقى الوجع ده هيقل، هيحس ان هو احسن، كل الحاجات دي تمام برضو وقرايه وبالمنطق انت هتبقى مستوعبها عادي. تمام كده احنا قلنا نقطتين اللي هم اظهار الاحترام وان انت تهون عليه وتساعده. طيب بعد كده عندنا ان انت تعرفه بالمرض بتاعه او اللي هو تبدا تديله المعلومات الخاصه بالعلاج بتاعه وتسهل عليه الدنيا دي كلها، لان المرضى ساعات بيشتكوا مثلا او بيبقوا قلقانين ان هم مش عارفين هم بيواجهوا ايه، يعني ايه اللي عندهم. فانت بتبدا انت بدورك انت كطبيب او دور المؤسسه بتاعتك اللي انت موجود فيها برضو اللي فيها الاطباء دول ان هم يبداوا يعرفوه بحالته المرضيه مثلا، ويبداوا يعرفوه بالتطورات، يخلوه على اطلاع دايما، والله الحاله بتتحسن، الحاله بتسوء، في ايه، انت التشخيص بتاعك ايه اصلا، كل ده يعرفوه ستيب باي ستيب. طيب بعد كده بيعرفوه بعمليه العلاج بتاعه اللي هو مثلا العلاج اللي هتمشي عليه مرتين في اليوم، العلاج ده كذا لما يخلص هتغيره لكذا او هترجع لنا تاني ونديك علاج، الدنيا دي كلها. طيب انت ليه بتعمل ده اصلا؟ علشان لما بتعرف المريض العلاج او بتعرفه ايه اللي بيمر بيه وتديله المعلومات الخاصه بيه، هو بيبقى حاسس بالاستقلاليه او ان هو المسؤوليه ان هو يقدر يخلي باله من نفسه، فمش هيهمل في حق نفسه، فبالتالي ده هيساهم في اتجاه ان هو العلاج بتاعه يبقى اسرع. طيب من الحاجات برضو اللي لازم تهتم بيها المكان او ان انت توفر له الراحه الجسديه. طيب الراحه الجسديه دي بتتوفر عن طريق ايه؟ والله الراحه الجسديه مثلا السراير المريحه، في سراير اصلا من الاول ولا لا؟ مالناش دعوه بمستشفى الجامعه عندنا بجد في ضغط كبير عليها، لكن في الطبيعي لازم يبقى متوفر الاوض نظيفه مثلا، السراير المريحه، المكان نفسه مش موجود حواليه ادخنه مصانع ولا تلوث ولا دوشه مثلا افراح والحاجات دي، بيبقى مكان هادي بعيد عن حتى الطريق او وسائل المواصلات، لازم يعني بعيد عن دوشه المواصلات. تمام ده بيساهم كله في ايه؟ في ان هو مثلا انت لما توفر له كل سبل الراحه هتقلل التعب بتاعه او الالم بتاعه، هيبقى حاسس ان هو احسن. المساعدين، ان انت والله وفرت له مساعدين بيراقبوا معاه كل نشاطاته اليوميه وكل احتياجاته اللي هو عاوزها، ده برده بيسهل عليه. قلنا بقى الهوسبيتال سراوندنج والانفايرمنت، ما ينفعش تبقى بيئه ملوثه، ما ينفعش يبقى بيئه حواليها دوشه كتير والحاجات دي، لان ده كله هيكون ضد المريض، انت عايز توفر له الراحه من كل الاتجاهات. طيب الدعم اللي هو النفسي، ان انت مثلا تكون متعاطف معاه او اللي هو تشوفه بيقلق من ايه وتحاول ان انت تحجم المشكله دي بتاعته، يعني مثلا هم بيبقوا خايفين او ان هم بيحسوا بالقلق من العلاج او من المرض بتاعهم اللي عندهم وهيأثر على حياتهم ازاي وهيأثر على تعاملاتهم، طب هو ممكن يأثر على قدراتهم الجسديه والعقليه، كل الحاجات دي هم بيبقوا قلقانين منها. فانت المفروض الكلمه دي
يعني مش لازم انطقها، مش لازم تختبروني في حاجه زي دي، بس هي مقدمه الرعايه. بيبقوا مديني اهتمام بقلق المريض مثلا من حالته الجسديه، من العلاج بتاعه اللي هو هياخده هيأثر عليه ازاي، تقدم العلاج هيبقى على قد ايه مثلا، يعني هياخد مده قد ايه في العلاج وكده. طيب قلقهم من تاثير المرض ده مثلا عليهم، طيب احنا دي قلناها خلاص مره، بس انا بعيد معاك قرايه الداتا. طيب ده هيأثر عليهم هم نفسهم، هيأثر عليهم جسديا وعقليا ازاي. طب هيأثر مثلا على تعاملاتهم مع الناس، مع عائلتهم، يعني هيبقى دايما حاسس ان هو زهقان او عمال يزعق في البيت، حاجات دي كلها بيبقوا قلقانين منها وعايزين يعرفوها. طيب اهم حاجه برضو اللي هي بتفيد الطبقه المتوسطه او الطبقه اللي تحت المتوسطه، اللي هي هل هو هيقدر على ثمن العلاج ده، طب هو هيقدر على ثمن الرعايه، الحاجات دي كلها فبرضو بيبقوا قلقانين منها، فانت محتاج ان انت تطمنهم عليها. طيب بعد كده ان انت تقول للناس القريبه منه، مش تقول لهم مثلا ان انت بتقول لهم بطريقه ان انت تفضح المرض بتاعه، ده دايما في علاقه اللي هو ثقة ما بين المريض وما بين الدكتور، ما ينفعش ان انت تدخلها، ما ينفعش تخرج كل اسرار المريض، لو قال لك حاجه شخصيه تخصه هو واتمنك عليها ما ينفعش ان انت تخرجها. لكن انت بتقول لهم مثلا لو هو متاثر بالمرض بتاعه فهو محتاج دعم نفسي، محتاج الناس تاخد معاه القرارات لو هو متوتر ومش عارف القرارات اللي ياخدها ايه، فدايما اكيد الناس اللي هيلجأ لهم هم عيلته والناس القريبه منه اللي هم صحابه الدايره القريبه منها. تمام. اللي بعدها، بعد كده في مرضى بيشتكوا مثلا او اللي هما بيبقوا قلقانين، هل بعد ما انا خلصت والدكتور كشف عليا واداني العلاج وقال لي امشي عليه والدنيا دي كلها خلاص هو سابني كده، يعني خلاص انا مش هشوف الدكتور تاني ولا هتابع لو حالتي ساءت لا قدر الله او حصل حاجه. فدايما الدكتور بيقول له مثلا هتجيلي استشاره بعد اسبوع، هتجيلي استشاره بعد اسبوعين. طيب حتى لو انا لو انت خلاص مش هتعمل له استشاره وانت تمام وخدت العلاج وكتبت لك على كل حاجه وتمام، تفهمه كل حاجه وتديله معلومات مفصله جدا بحالته ايه وهتتطور ازاي والعلاج لما ياخده المفروض هيتحسن بعد قد ايه وخطه العلاج، كل حاجه انت تديها له وتبقى معرفه له. زي ما قلت لك المريض بيبقى حاسس ان هو بمسؤوليه تجاه نفسه ان هو يعرف يعمل سيلف كير لنفسه. تمام. بعد كده عندنا اكسس تو كير، ويعني دي فيما معناها يعني ان المريض بيبقى عاوز يعرف هل هو يقدر في اي مكان مثلا وهو موجود فيه يقدر يلاقي الرعايه الطبيه ولا لا، يعني مثلا لو لا قدر الله حصل ظرف مثلا بالليل هل هيقدر يلاقي مستشفى تبقى مفتوحه، عياده موجوده في البلد، كل الحاجات دي في دكاتره متوفرين ان هو يقدر يلجأ لهم ويعالجوه ولا لا. تمام. فبرضو الدكتور، بس هو مش الدكتور لوحده اللي هيقوم بحاجه زي دي، لكن هيكون كمان المؤسسات الطبيه او اتجاهات الدوله بقى اللي هي في خطط الدوله ان هم مثلا يوفروا مستشفيات في اماكن كتير، الدكاتره ان هم يبداوا يفتحوا عيادات مثلا في اماكن اللي هي يقدر الناس يوصلوا لها. طيب يبقى في مثلا ان هي قريبه من الطريق، ما قلتش ان هي تبقى على الطريق، لو بقت على الطريق انت كده ما راعيتش حته ان هي تبقى كومفورت فيزيكال اللي هي الراحه الجسديه بتاعه المريض لانك هتبقى في دوشه، لكن هو يقدر يوصل لك بالمواصلات انت اكيد فاهم. طيب السهل ان انت مثلا تجدول المواعيد بتاعته، مش ان هو مثلا تعطله عن شغله او حاجه علشان يجي يكشف، هيبقى الموضوع سهل برضه تديله كذا اختيار. طيب بعد كده ان انت سهوله ان هو يوصل للمتخصصين، او ان هو مثلا لما يروح يكشف عند دكتور فيلاقي مثلا الدكتور ساعات مثلا بيبقى محتاج ياخد راي حد تاني فيقول له انا هعرضك على استشاري كبير تعال له يوم كذا، الحاجات دي احنا اكيد تعرضنا لموقف مشابه زي ده، فبرضه دي من الحاجات المهمه ان هي تكون متوفره. المعلومات اللي انت تديها له لما هتكون هتحوله ده للاستشاري او ازاي الطريقه اللي يتحول بيها للاستشاري، كل الحاجات دي تدي له المعلومات الكافيه ان هو امتى يتحول والحاجات دي. تمام. طيب بعد كده عندنا الحاجات اللي انت مثلا هتستخدمها اثناء التعامل بتاعك او اثناء الممارسه وانت بتاخد الهيستوري مثلا وبتعمل اكزامينشن للمريض. طيب ايه الحاجات اللي انت تعملها؟ اول حاجه انت ما ينفعش ان انت تقاطعه وهو بيتكلم، يعني مش في اول الكلام، يعني فاهمني، مش اول ما يجي يتكلم تقوم مقاطع مثلا او تعمل حاجه تضايقه او تشتت انتباهه، لان هو لما بتعمل كده اللي هي اسمها ايه يا ربي، الاحصائيات يعني بتقول ان لو انت عملت كده في الاول فالمريض بيحس بان هو متوتر ومش قادر يجمع افكاره، وبالتالي هتشخصه غلط اصلا لانه مش هيكون قادر يقول لك كل الاعراض اللي عنده كويس. في نفس الوقت انت تطلع على الاساليب الحديثه دايما، ان انت تروح برامج تدريب حتى لو كانت البرامج دي اللي هي قصيره مدتها قصيره، اللي هي بيقول لك مثلا مدتها 10 ساعات، انت هتقول مثلا 10 ساعات هو ده قليل؟ ايوه البرامج دي بتبقى مثلا بتقعد اسبوعين الحاجات دي، لانك بتقعد تعمل تدريب وتشوف عيانين كتير وتبدا ان انت تمارس معاهم الطريقه اللي انت اتعلمتها دي علشان تقوي من المهارات بتاعتك في التواصل. تمام ماشي. بعد كده حاجات بينصحوا بيها علشان ان انت تستخدمها في الانترفيو يعني وكده، فاحنا دي بقى الاجزاء اللي احنا خدناها قبل كده. انت والله مذاكر كويس قبل كده وتمام، عاوز تعديها عاوز تاكد عليها تاني قشطه، احنا هنقولها كده كده. اول حاجه ان انت
تقوي العلاقه ما بينكم. طيب بعد كده ان انت مثلا تاخد كل الجدول بتاعه او ان انت المعلومات تستخلص معلومات عنه، تتفاوض معاه في المعلومات دي، تبدا النقاش معاه باوبن كويشن علشان ان هو مثلا يتكلم اكتر، ويتكلم ان هو يتكلم في كل حاجه تخص المرض بتاعه او المشاكل اللي بيواجهها. بعد كده انت عايز سبيسيفيك اكتر، فتدي له اند كويشن اللي هو مثلا تدي له اختيارات معينه يختار ما بينها، او اللي هو يس ونو كويشن. بعد كده مثلا تساله اسئله اللي هي مباشره في حاجات معينه انت عاوز تعرفها. والله مثلا تتعاطف معاه، واكيد احنا عارفين ان انت لازم تتعاطف معاه. تلخص له كل حاجه بعد ما انت عالجته، شخصت له يعني واخترت له العلاج اللي هيمشي عليه، فتبدا تلخص له كل اللي انتوا عملتوه من اول ما هو جه يكشف. ترانزيشن اديشنال داتا، واديشنال داتا دي واحنا بنشرحها دلوقتي انا هفهمك ان هي مش اديشنال داتا ان انت مثلا عادي كبر دماغك مش لازم تاخدها، لا اهدى، انت لو ما خدتش الحاجه دي هيموت، يعني لازم تكون متاكد من الاديشنال داتا دي. تمام. فنبدا نشرحها واحده كده واحده واحده، يعني هنقراهم قراءه سريعه. اصلا اول حاجه معانا introduce and build rapport. طيب دي يعني ايه؟ يعني ان انت مثلا بتبدا بتتعامل مع المريض بلطف، يعني هو لسه وهو داخل عليك كده داخل العياده، فخلاص هو في الاول قاعد في الانتظار مثلا، بعد كده دخل عليك المكتب جوه، فانت قاعد مثلا لازم ان انت تتعامل بلطف. ازاي؟ انت قاعد انت والممرضه اللي معاك اللي بتساعدك، فتبدا تعرفه بنفسك، انا اسمي الدكتور كذا كذا، انا اللي هشرف على علاجك النهارده مثلا، ومعايا اللي هيساعدني في العلاج الممرضه، وتقوم قايل اسمها وهكذا علشان ما يبقاش حاسس ان هو مثلا قلقان او ان هو شاكك فيك ومش عارفكم، فبتطمنه مثلا. بيقول كمان ان في الحالات اللي هي مثلا مش مستعجله قوي، او يعني لو في وقت ان انتوا تعرفوا تتكلموا مع بعض، فان انتوا تتكلموا في حاجات بره الميديكال فيلد، او ان انتوا مثلا تهزروا مع بعض تفضفضوا في الكلام شويه، فده هيساعد ان هو مثلا يقوي العلاقه ما بينكم، وفي نفس الوقت هيزود سهوله الكلام، يعني مش هيبقى فيه مثلا ان المريض محرج وهو بيتكلم معاك، بس طبعا ده لو موجود وقت. تمام. بعد كده ان انت تبدا تستنبط الهيستوري بتاعه من الاخر، يعني انت تاخد الهيستوري بتاعه، فبيقول لك حاجات كده تمشي عليها مثلا تبدا بيها. ما ينفعش ان انت تساله هاو ار يو فيلينج، او يومك النهارده كان عامل ايه، لان مثلا الحاجات دي بيقول ان هي هتاثر على المشكله بتاعته، او ان هو هيبدا يدخل احساسه في اليوم ده، او لو هي حاجه وحشه حصلت له او كده هيبدا يدخلها في الوجع الجسدي بتاعه او الاعراض اللي ظاهره عليه، في حين ده مش هيبقى له علاقه اصلا. يعني مثلا انت تكون قاعد فتساله انت عامل ايه النهارده، او ايه حصل في يومك النهارده، فيقول لك والله يا دكتور دي سابتني، ويبدا يقول لك بعد ان قلبي وجعني وانا زعلان وداخل في نوبه اكتئاب، وهو اصلا انت دكتور علاج طبيعي وهو جاي يعمل فحص على دراعه المكسور، فاهم؟ فما ينفعش يبقى لهم علاقه ببعض، فما تسالش سؤال زي ده، انجز حالك. فتقول له مثلا انا هساعدك النهارده ازاي، او انا اقدر اقدم لك ايه، حاجات اللي هي هتبقى محدده في الشكوى اللي هو جاي هيشتكي منها. تمام. بتبدا ان انت تاخد الهيستوري بتاعه كله، اهو خدت الهيستوري بتاعه كله، بعد ما خلصته وهو بطل كلام تقوم تساله في حاجه تانية عاوز تضيفها مثلا، فوالله يفتكر حاجه مثلا هيقولها، تمام، ما افتكرش، او ان هو خلاص قال كده كل حاجه، فتمام انت بتفضل متابع معاه لحد ما هو يقول لك لا ده كده كل حاجه ماشي. بعد كده ان انت تبدا تتكلم معاه بقى شويه في بخصوص الهيستوري اللي انت خدته منه ده، فدي هتبقى اكتر موجوده مع الدكاتره النفسيين مثلا، اللي هو هيبدا يفاضل بين المشاكل اللي هو خدها في الهيستوري بتاعه. مثلا هو جاي له مريض نفسي بيشتكي ان هو عاطل عن العمل، وان هو عنده ميول انتحاريه، الحاجتين دول مع بعض وجاي يشتكي له منه، طبيعي ان هو مثلا هيساله انت عاوز تتكلم عن ايه النهارده، او هو الدكتور نفسه هيرجح حاجه من الاثنين يتكلم عنها، فالمنطقي ان انا هتكلم عن ميول الانتحاريه، يعني انا رايح اكلمه عن العمل الاول واسيب ميول الانتحاريه؟ لا. فنبدا نتكلم في الحاجات من الاهم للاقل اهميه. تمام ماشي. بعد كده انت لما تيجي تبدا الكلام معاه بقى، خلاص انت حددت الموضوع اللي هتتكلم فيه، هو فتقوم قايل له حاسس بايه، حاسس بايه، هو اوبن كويشن اللي هو انت بتسيب له الدنيا مفتوحه، ابدا انت كلمني كده عن نفسك وقول لي الوجع ده حسيت بيه امتى، بيجي لك بيوجعك فين، كل الحاجات دي انت اللي تكلم. تمام. بعد ما هو اتكلم وعرفت منه بقى، يعني خلاص بدات تجمع منه معلومات، تبدا بقى انت عاوز تعرف سبيسيفيك اكتر، فتقوم تساله اند كويشن اللي هو مثلا الوجع ده بيجي لك في رجلك، طب بيجي لك بالليل، طب مش عارف بيجي لك لما تاكل اكل كذا، فتبدا ان انت تستنتج الحاجه مخصصه ايه المرض اللي عنده مثلا. طيب هي نفس الشيء اللي هي اسك دايركت كويشن والحاجات دي كلها، فهي تمام انت بتساله مثلا بيوجعك امتى، قوه الوجع ده قد ايه، المكان بتاعه فين، فكل ده تمام. بعد كده انت بتشوف وجهه نظر العيان نفسه في المرض بتاعه او في الدايجنوز ده، فبتبدا بعد ما انت خلصت مثلا كلام، في كلمه هنا بس هم زيتونه لسه مزودينها اللي هي كلمه فيلينج، هي اصلا لازم تبقى حافظها كده، هي تسكيمه مع بعضها،
احساسه ووعيه بتاثير الحاجه دي عليه وتوقعاته في المرض ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الفيلينج دي في الاول، قول لي كده انت ايه اللي قلقك من الموضوع؟ يعني مثلا لو هي واحده زي ما قلنا في اول المحاضره، واحده مثلا هتولد، فهي قلقانه مثلا هتولد قيصري ولا هتولد طبيعي، فبتبدا ان انت تاخد الفيلينج بتاعها. طيب مثلا خلينا مش هنقول عليه إلنس طبعا ان هي حامل، ده مش إلنس، بس مثلا كمثلا هنكمل بيه. تاثير ده عليكي انت شايفه ان انت مثلا، انا قدمت لك المقترحات، لو ولدتي طبيعي هيحصل كذا كذا في العمليه، طب لو ولدتي قيصري هيحصل كذا كذا في العمليه وهتاخد مده قد كذا وفي مخاطر كذا مثلا. طيب انت شايفه ده تاثير عليكي ايه في حياتك عامه فيما بعد؟ طيب ايه المشاكل اللي انت هتقابليها كده؟ تمام تمام طيب بعد كده اللي هو الاكسبكشن، يعني انت توقعاتك ايه اللي هيحصل، او انت بتفضلي ايه، او اللي هو مثلا طيب انا اقدر اساعدك لو انت اخترتي مثلا هتوليه طبيعي، طب انا اقدر اساعدك اكتر ازاي علشان اوفر لك الراحه التامه وان انت تبقي خلاص عندك فول ساتسفاكشن عن الرعايه الطبيه اللي انت اخدتيها هنا. تمام تمام بعد كده عندنا اللي هي الامباسايز، ان انت مثلا بتبقى متعاطف مع المريض، بس خلي بالك في فرق شعره ما بين التعاطف وما بين التاثر. يعني انت بتتعاطف معاه وان انا مش قادر اتخيل انت بتمر بكل ده ازاي واللي انت مريت بيه صعب، بس ده مش معناه ان انا اروح ارسم صوره الالم اللي هو بيحس بيه على حياتي انا، فابدا اتاثر انا مثلا فيكون المريض قاعد بيتكلم فانا اللي عيط، او انا اتاثر وابدا اوجهه على مشاكل شخصيه في حياتي. ده مش هيفيد المريض ولا هيفيد الدايجنوزيس بتاعك في اي حاجه، فما ينفعش ان انت تعمل ده. فخلاص بعد ما انت مثلا تعاطفت معاه تبدا تقول له ان انا موجود جنبك وانا هقدر اساعدك، وانت لجأت لي مثلا علشان تكشف عندي، فما تقلقش ان شاء الله باذن الله هتقوم بالسلامه. بعد كده مثلا تقول له اللي هو بيتابع معاه بقى، يعني دي مش هتبقى في اول مره مثلا، مش اول مره جاي يكشف، لا بعد كده مثلا اللي هو تقول له ايه يا بطل حاسس بايه النهارده، مش عارف ايه، كلام تشجيعي برده يبقى فيه تعاطف منك. طيب بعد ما انت خلصت ان انت تكشف عنه وخلصت كل الحاجات دي، تبدا ان انت تلخص له الدنيا كلها، اللي هو مثلا هتقوم جاي في اخر الكشف تقول له انت جيت لي النهارده كنت بتشتكي ان انت عندك وجع في رجليك عند منطقه الركبه نتيجه ان انت بتمارس مثلا رياضات عنيفه، طيب اتخبطت فيها، فاحنا هناخد مرهم اسمه كذا كذا، هتمشي عليه مثلا هتحط مره الصبح ومره بالليل، وخلصت كل الحاجات دي. وتقوم بعد ما تخلص تقوم متاكد ان هو فاهم الكلام ده، يعني انت تقول له كده قول لي انت حسيت بايه، او قول لي اللي انا قلته لك ده، او قول لي انت هتعمل ايه لما تروح البيت، فيبدا ان هو برده يعمل لك سمرايز هو كمان. طيب بعد كده عندنا اللي هو الترانزيشن. الترانزيشن ده اللي هو بتبدا ان انت تساله اسئله ملهاش علاقه بالمرض، بس انت عارف ان هي هتفيدك، يعني هي حاجات ما مش سبيسيفيك قوي للمرض ده، بس هي هتفيدك انت بعد في الحياه بعد كده في التشخيص، يعني معلش هتفيدك في التشخيص بتاع المرض بتاعه. يعني مثلا لو هو اللي قدامك بيكشف راجل وفي سن كبير، فاحنا عارفين ان مثلا الرجاله في السن الكبير بيبقوا معرضين ان هم يجي لهم تضخم البروستاتا، فتبدا تساله مثلا انت بتلاقي صعوبه في اليورينيشن، وبتلاقي في ضغط عندك مثلا في منطقه البطن كده من تحت. طيب لو هي ست مثلا، فطبيعي اي دكتور لما بيجي يسال الست فبيبدا يسالها عن الدوره الشهريه بتاعتها، في مشاكل فيها، الحاجات دي لانها بتفيده في التشخيص بتاعه، او على الاقل ان هي هتسهل معاه الدنيا شويه، او ان هو يتجنب المخاطر اللي ممكن تحصل بسبب حاجات زي دي. طيب بعد كده اديشنال داتا اللي انا قلتها لك في الاول، ما ينفعش ان انت تقول اديشنال دي انا مش هساله فيها، مش مهم كبر دماغك، لا الحاجات دي مهمه جدا. اول حاجه اديشنال داتا دي انت بتعرف منه مثلا الحاجات اللي هو عنده حساسيه منها، يعني ينفع مثلا يبقى عنده حساسيه من دواء معين وتقول انت مديهوله علشان هو انت ما سالتهوش، وهو طبعا مش هيعرف يقرا الكلام اللي على الدواء فهياخد العلاج وخلاص موتته فيها. الميديكال هيستوري يكون مثلا هو بيعاني عنده تاريخ مرضي مع الهايبرتنشن، فتقوم مديله دواء هو اصلا في طبيعه الدواء ده ان هو بيزود الهايبرتنشن، خلاص بوظت العيان فيها. فالحاجات دي انت لازم تساله فيها علشان ان انت تتجنبها، او ان هي ما تسببش ان هو يحصل له مشاكل فيها. تمام كده نكون وصلنا لاخر المحاضره، كان معاكم محمد زغلول، لو احتجتوا اي حاجه تقدروا تكلموني، وان شاء الله تكونوا فهمتوا مني وبس كده. السلام عليكم. طيب دلوقتي يا شباب هقول معاكم كده، هي مش تسكينه يعني على قد ما هي ربط لتسلسل احداث مثلا بموقف معين، بحيث ان احنا نفتكر اللي هي المبادئ الاساسيه الثمانيه دول، علشان لو جت ريتن او حاجه فتعرف تتكلم فيهم، او ان هم تربط المعلومات وتبقى فاكرها. فانا هنضرب مثال، وعذرا على المثال من دلوقتي، بس هو هيربط معاكم باذن الله. يعني اول حاجه هو جالك مريضه، جاتلك في المستشفى وهي من دوله كده، يعني انت خلاص انت مجبر ان انت تظهر الاحترام للثقافات بغض النظر، يعني جايه من دوله اوروبيه، فاللي هو طبعا انت
كواد مصري اصيل فخلاص مش مهم، انا هظهر لها الاحترام بغض النظر عن هي جايه منين، وتبدا تعملها بقى باحترام وتقدير، وتبدا اللي هو تشركها في الحاجات المعلومات يعني وكده تمام. بعد كده مثلا هي بتجيلك، هي جايه تشتكي ان هي تعبانه والالم زياده عن اللازم، وعماله بقى تشتري شفقه الناس، واحده اوروبيه هنقول عليها ايه يعني، فتبدا ان انت تهون عليها الدنيا ان شاء الله الموضوع سهل مش عارف ايه. فكده احنا خدنا اول حاجه ريسبكت، انت احترمت الثقافه بتاعتها، تاني حاجه ان انت بدات تساعدها كوردينيشن. طيب لما انت بتقول لها كوردينيشن اللي هو بتبدا تهون عليها الدنيا، فقلت لها قلت لها خش ارتاحي مثلا، انت هنعمل لك شويه تحاليل خش ارتاحي. طيب هترتاح فين؟ يبقى محتاجه مكان يبقى كومفورت علشان ترتاح فيه تمام. فدي كده تالت حاجه، يبقى احنا قلنا ريسبكت، بعد كده كوردينيشن، بعد كده كومفورت. طيب هي لما صحيت التحاليل كان يعني خلاص المكان اللي ارتاحت فيه، لما صحيت عملت لها التحاليل، فتبدا ان انت تعمل لها تقول لها المعلومات بتاعه التحاليل بتاعتها دي، فانت كده عملت انفورميشن. طيب في المعلومات بتاعه التحاليل دي طلعت ان هي بريجننت، واصلا في الداتا الهيستوري اللي كان جاي لك هي كانت سنجل اصلا، مالناش دعوه برضه بالاوروبيين، انت لحد اخر لحظه انت ريسبكت للكليتشر ومالكش دعوه باي حاجه. طيب فتبدا ان انت برضه عاوز تهون عليها الدنيا، فتبدا ان انت تتعاطف معاها بقى، اللي هو بقى تظهر لها التعاطف كده وتخفف عليها ومفيش قلق من حاجه ومش عارف ايه وكل الحاجات دي. طيب انت سهلت عليها، عاوز برضه ناس تانيه تسهل عليها، ما هو الوضع كبير يا جماعه برضه، فتقوم جايب لها العيله وتقوم جايب لها الناس القريبه منها ان هم يبداوا يهونوا عليها، وعادي يعني مش اول مره تحملي الدنيا سهله. فكده نربطهم كده نقولهم من الاول تاني، هي واحده جت فانت اظهرت الاحترام لها بغض النظر عن انها من دوله اوروبيه مثلا اللي هم عالم دول عالم ثاني مالناش دعوه، تعاطفت معاها ان هي تعبانه مثلا والالم واجعها او كده، فبدات تخفف عليها، بعد كده وديتها لمكان مريح، بعد كده اشركتها في المعلومات وعرفتها كل حاجه عن الهيستوري بتاعها او اللي بتشتكي منه، بعد كده انت تعاطفت معاها لانها طلعت حامل، بعد كده قمت قلت لاهلها والاصدقائها ان هم يجوا علشان يدعموها ويعملوا سبورت لي. طيب بعد كده بعد ما هي خلصت ومشيت، هو البيبي ده هينزل لوحده؟ ما هي طبيعي عايز ان هي متابعه معاه، فبعد كده تبقى محتاجه اللي هي المتابعه. طيب بعد ما خلصت، افرض الطفل ده مثلا تعب في يوم من الايام، يعني هي خلاص بقى عملنا متابعه معاها وولدت الحمد لله، طيب عايزين متابعه للطفل ده، فبعد كده تبقى عايزه تتاكد في اماكن تقدر توصل فيها، في اماكن متوفره يعني وكده، فدي اللي هي الاكسس تو كير. يبقى كده من الاول تاني، اللي هي جات لك فانت اظهرت احترام لها ريسبكت، بعد كده كوردينيشن، بعد كده كومفورت، بعد كده انفورميشن، بعد كده تعاطفت معاها ايموشنال ريسبونس، بعد كده انفولف فاميلي اند فريندز، بعد كده كونتينيو، بعد كده اكسس تو كير. تمام تمام. وما تنسوش برضو بالمره تبقوا تشوفوا الفيديو، يعني هو بجد حلو، اللي هو هتلاقي بقى الحاجات اللي انت خدتها كلها نظري دي، هتلاقيك بتشوفها دكتور بيعملها مع مريض، اللي هو ازاي بياخد منه الهيستوري، ازاي بيظهر الامباسي، ازاي بيتكلم معاه ان هو يكسب التراست بتاعت المريض، فابقوا اتفرجوا عليه بس كده. السلام عليكم.